اللقاء اللي كان مع السيد الرئيس الجمهورية اليوم كان لقاء حول مواضيع تاع العالم شغل، وكان نقاش واسع للنظر في الأوضاع العملية، يعني سواء في المؤسسات الاقتصادية ولا مؤسسات في الوظيفة العمومي. وأنا كنت قدمت ليه وقلت عندي اقتراحات نقدمها له في الأيام المقبلة فيما يخص المؤسسات الاقتصادية سواء عامة أو خاصة. كان نقاش في حول الوضع الاجتماعي، القدرة الشرائية، تنظيم النقابة، تنظيم المجتمع ككل، لأن هذا يعني يهمنا، يهم بلادنا ويهم شعبنا. يعني كانت نقاش واسع، معرفته للوضع الداخلي تاع البلاد والوضع الاقتصادي في الإدارة العمومية، الفضاء الاجتماعي، يعني شيء إيجابي لنا احنا كعمال، وإحنا على استعداد للتعاون، على استعداد لنعمل كل مجهود تاعنا باش نعطي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي الاجتماعي في بلادنا.